عموما بس يا كابتن عادل عشان الوقت ما يسرقناش وعايزين برضو نعرف سريعا كده رؤيه حضرتك فيما يتعلق بالمنتخب بقى كيروش وكيف رايت كيروش مع المنتخب والجهاز الفني المعاون ليه عموما حتى هذه اللحظه من خلال الماتشين اللي فاتوا وهل تعتقد انه ممكن يسيب بصمه زي اسماء كبيره سبقته في 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 اداره منتخب مصر فنيا مش شرط ان هو كان ناجح بره في فرق منتخبات بره انه هيبقى ممكن يكون ناجح عندنا هي البدايه ان انا لعبت ليبيا ومع احترامي الكامل لتيم ليبيا الجو عنده والدوري اللي عنده ما يخليهوش يبقى على طول معسكر على طول معسكر في تركيا والدوري عنده ضعيف وطبعا للظروف اللي هم عايشينها فاحنا بنبالغ جدا في عمليه ان احنا كسبنا ليبيا رايح جاي دي حاجه الحاجه الثانيه بالنسبه للجهاز بيقولوا ان الراجل شخصيه قويه جدا. انا وانا مدير فني وانا قاعد الجهاز اللي موجود معايا ما يقومش يوجه. لابد ان انا اذا انا يعني انت بتشوف في العالم كله حضرتك بتشوف في العالم كله ما بنشوفش غير فعلا اللي هو يعني الجهاز كله بيوجه لا ده مستحيل الشخصيه القويه مستحيل الشخصيه القويه تعرف المدير الفني القوي لما يكون قاعد ما فيش لعيب بيقوم ما فيش مدرب بيتكلم مش بيوجه لان كل واحد ليه شغلانه الحاجه الثانيه في العالم كله بتلاقي فيه مدير فني وفي الراجل المساعد معاه وبعدين الباقيين كلهم شغالين تحليل بيحلل اللعيب بيجري قد ايه والتغيير هيبقى امتى والحاجات دي لذلك حضرتك لما بتشوفي اللاعب وهو نازل في واحد كده معاه ملعب او معاه نوته كده يقول له انت هتجري هنا وهتعمل هنا وتسوي كده ده دي شغلته انا عايز اعرف كروش معاه مساعد ولا معهوش مساعد ما هو معاه واحد خواجه هل ده شغلته ايه مساعد طب والكابتن ضيا طب والكابتن شوقي لازم نطلع يقولوا لنا ايه مثلا الكابتن ضيا شغلته كذا ومسؤولياته شوقي كذا وكذا مسؤولياته كذا كابتن وائل مسؤولياته كذا ليه بقى زي في النادي الاهلي المدير التنفيذي يقعد 4 سنين كل 4 سنين يتحاسب موسيماني يجي موسمين وبعد الموسمين يتحاسب فانا علشان احاسب جهاز يعني ان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ويوصلوا كاس عالم ويبقوا يعني في مكانه مشرفه بس انا كجمهور حتى لو انا مش مثقف وانا مش عارف حاجه ابقى عارف ده شغلته ايه بس علشان اعرف الشغله بتاعته اتقنها ولا ما اتقنها عشان لما اجي احاسبه يبقى في حساب اقدر ان انا ما اظلموش وادي له حقه